وافق مجلس إدارة البنك المركزي على شروط وقواعد قيد وشطب مكتب المحاسبة ومراقبي الحسابات بالسجل المخصص لذلك. وأوضح البنك المركزي أن ذلك يأتي في ضوء جهوده المستمرة لحوكمة القطاع المصرفي والجهات التي يرخص لها، وبهدف ضمان الحفاظ على سلامة الموقف المالي لتلك الجهات. وتتضمن التعليمات الشروط العامة التي يتعين أن تلتزم بها مكاتب المحاسبة ومراقبو الحسابات حتى يتسنى الموافقة على قيدهم بسجل البنك المركزي، وبالتالي إمكانية الاستعانة بهم من قبل البنوك ومقدمي خدمات الدفع ومشغلي نظم الدفع وشركات ضمان الائتمان وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني وشركات تحويل الأموال وشركات الصرافة. نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شاركت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط في أعمال القمة الكورية الأفريقية الأولى والتي تعقد بالعاصمة الكورية سول. ونقلت وزيرة التعاون الدولي تحيات الرئيس السيسي لنظيره الكوري الجنوبي وأمنيته أن ترسخ القمة أساساً قوياً للعلاقات الكورية الأفريقية المشتركة بما يدفع جهود التنمية ويلبي متطلباتها في القارة. هذا ومن المقرر أن تلقي رانيا المشاط كلمة مصر أمام القمة. استضافت القاهرة مراسم التوقيع على اتفاق تأسيس وميثاق البنك الأفريقي للطاقة بين كل من منظمة منتجي البترول الأفارقة والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد أفريكس بانك. وشهد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا مراسم التوقيع، حيث أكد حرص مصر على المشاركة في مبادرة تأسيس البنك والعمل الفاعل في منظومة البنك الأفريقي للطاقة، مشددا على الأهمية القصوى لهذه المبادرة كخطوة هامة لإتاحة الفرصة لتدبير وتوفير سبل التمويل اللازم لاستغلال موارد الطاقة الوفيرة والمتنوعة في القارة الأفريقية من بترول وغاز وطاقات متجددة. من جانبه، أشاد الأمين العام لمنظمة منتجي البترول الأفارقة بالدور المصري في دعم فكرة إنشاء البنك الإفريقي للطاقة منذ عام 2020. وفي سوق المال، حيث أنهت تعاملات اليوم منتصف جلسات الأسبوع أنهيت بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، بينما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع وسط تداولات بلغت 3.4 مليار جنيه. وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.814 تريليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات، فقد ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 52% ليغلق عند مستوى 26973 نقطة. كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 84% ليغلق عند مستوى 5905 نقاط. وقفز مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 86% ليغلق عند مستوى 8575 نقطة. أما في أسواق البترول العالمية، تراجعت أسعار النفط في تعاملات اليوم لتواصل خسائر الجلسة السابقة، عندما تراجعت الأسعار إلى أدنى مستوياتها في 4 أشهر مع قلق المستثمرين إذا أزيدت الإمدادات في وقت لاحق من العام. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.3% لتصل إلى 78.16 دولار للبرميل. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2% ليصل إلى 74.05 دولار. كذلك تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 0.8% لتصل إلى $2.77 للتر، وهبطت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.3% لتسجل $2.1 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. توقعت مجموعة ماسك الدنماركية العملاقة للنقل زيادة أرباحها خلال عام 2024 بما يصل إلى 3 مليارات دولار عن تقديراتها السابقة، نظرا لارتفاع تكاليف الشحن البحري في ظل هجمات قوات الحوثي في منطقة البحر الأحمر. وأوضحت ماسك أنه على خلفية الاضطراب الذي تسببت به الأزمة الراهنة في البحر الأحمر، إضافة إلى استمرار الطلب المرتفع في سوق الحاويات، ترصد المجموعة حاليا ازدحامات إضافية في المواني وزيادات إضافية
في تكاليف الشحن. هذا وأشارت المجموعة إلى أنها باتت تتوقع تحقيق أرباح أساسية قبل احتساب قطاعات كالفوائد والضرائب تتراوح بين 7 و9 مليارات دولار في عام 2024.